بشأن منفصل، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا موعد مرافعتها بشأن دعوى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان إلى شهر شباط المقبل. وقرر رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود إرجاء جلسة المرافعة للحكم بالقضية إلى يوم 18 من شهر شباط المقبل، من أجل أن تقدم حكومة الإقليم ووزارة المالية الكردستانية آخر الدفوعات بشأن هذه القضية. امهال ممثل وزارة المالية امهالا نهائيا وممثل حكومة اقليم كردستان امهالا نهائيا لتقديم اخر دفوعهم واقوالهم، قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة على يوم 18 2 23 24.